انضم الينا من عمان الدكتور الباحث في الشان الفلسطيني الدكتور ماجد الزبيدي. اهلا بكم دكتور. الى صدر رافدين واشنطن تعلن انسحابها من معاهده فيينا بعد شكوى فلسطينيه حول السفاره الامريكيه. ماذا يعني هذا الانسحاب ومما كانت تخشى؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين العرب. صدر. الواقع ان الولايات المتحده الامريكيه في عهد الرئيس دونالد ترامب تحاول التمرد، بل هي تمردت على الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المصدر الأول للقانون الدولي، ثم أنها تخشى من مما ذكرته أنت من أن يلزمها ذلك البروتوكول بسحب أو بطلان قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الامريكيه من تل ابيب الى القدس العربيه المحتله، وبالتالي فان اتباقها للامر بانسحابها من البروتوكول الاختياري لمعاهده فيينا الخاصه بالعلاقات الدبلوماسيه والموقعه عام 1961 يتيح لها الامتلاك او الافلات من ذلك القرار الذي قد يصدر، كما صدر قرار محكمه العدل الدولية بشأن السفوة الإيرانية الأسبوع الماضي بشأن تأثير العقوبات الأمريكية القادمة الرابع من نوفمبر بشأن الحصار المدني والجوي على إيران. بالمقابل دكتور، كيف تقيم الخطوات الفلسطينية وأهمية الخطوات تجاه ملف نقل السفارة الأمريكية للقدس؟ الواقع أن القيادة الفلسطينية صبرت صبر سيدنا أيوب على الإدارة الأمريكية منذ عهد الرئيس أوباما وإلى وصولا إلى عهد الرئيس الأمريكي الحالي، ولكن اتضح للقيادة الفلسطينية أنه لا بد من تقديم شكاوى إلى المحاكم الدولية بشأن العدوان الأمريكي السافر على حقوق الشعب العربي الفلسطيني التي هي حقوق ثابتة لا تقبل التغيير وهي حقوق عادلة ومنصفة، وأن كل الممارسات الأمريكية هي اعتداء سافر منحاز لدولة العدو الصهيوني في إبقاء الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه شرعية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 60، وهو خطوة جريئة، وهذه خطوة جريئة من قيادة وقيادة دولة فلسطين تحت الاحتلال بشأن التصعيد إلى آخر المطاف مع الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني. دكتور، بتوازي مع ذلك الاحتلال يصعد في الخان الأحمر، يريد هدم الخان الأحمر، يعني إلى أي مدى أصبح الحلم الفلسطيني بالدولة ممكنا مع هذه الخطوات؟ الهدف الرئيس مما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بمنطقة الخان الأحمر هو شطر أو تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، شمالي وجنوبي، بحيث يستحيل إقامة دولة فلسطينية تامة الأوصال، ومن ثم هذا يؤدي إلى تطبيق الدراسة الاقتصادية الإقليمية الإسرائيلية بجعل منطقة الغور منطقة اقتصادية إسرائيلية تحقق قانون الدولة اليهودية بإقامة مطار دولي ضخم في منطقة الأغوار على سماس مع نهر الأردن، وثم يستوعب هذا المطار 35 مليون سائح و 35 مليون مسافر سنويا و 12 مليون سائح سنويا، وهذا المطار يتيح لإسرائيل ايضا اقامه مناطق اقتصاديه لربط العدو الصهيوني في منطقه المشرق العربي. نعم، ما المطلوب اذا من الفصائل الفلسطينيه امام هذا التحشيد الامريكي لاتمام ما يسمى بصفقه القرن؟ الواقع ان الوحده الوطنيه الفلسطينيه مطلوبه في كل وقت، وخاصه في هذه الاوقات التي تتمرد فيها الولايات المتحده والعدو الصهيوني على المواثيق والاعراف الدولية الحضارية التي تعارفت عليها الأمم والشعوب والدول منذ الحرب العالمية الأولى، وهذا يستدعي من القوى الفلسطينية السياسية والعسكرية والاجتماعية والعلمية أن تتحد جميعا في موقف واحد من أجل إمكانية الوقوف والصمود في وجه مخططات جهنمية وقوية تستهدف الإنسان الفلسطيني وكرامته وحريته واستقلاله. دوليا، بعد تصريح ميركل بأن ترامب يريد هدم الأمم المتحدة والتهديد بإلغاء زيارتها للكيان الصهيوني، برأيك هل من الممكن التعويل على مثل هذه التصريحات
وعلى الاتحاد الأوروبي لإعادة مفاوضات السلام لمسارها بعيدا عن صفقة القرن؟ من الصعب القول بذلك او الجزم بذلك، لان الاتحاد الاوروبي اثبت في كل المراحل عجزه عن اتخاذ خطوات ملموسه ميدانيه حقيقيه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، وحتى فيما يتعلق بملف العلاقات مع دول اسلاميه اخرى، وبالتالي لا بد من العوده الى التضامن العربي، وهو السبيل الوحيد للوقوف امام خطر سيطرة العدو الصهيوني على منطقة العربية. الدكتور ماجد الزبيدي الباحث في الشأن الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.